ازاي تلعب تمرين روب اوفر هيد اكستنشن لعضله الترايسبس. تروح عند الكيبل ركب الحبل، بعد كده تنزل الكيبل يبقى عند ظهرك نص ظهرك، ما تنزلوش للاخر علشان الموضوع هيبقى صعب عليك لما تيجي ترجع بالوزن لما تخلص ممكن تتعور. فخلي دايما الكيبل وانت بتلعب الروب اوفر هيد اكستنشن في النص هنا، تبتدي تاخد الوزن تظبط الوزن الاول المناسب ليك، والحبل اهو واقف بالجنب تبتدي تسحب الوزن عليك وتلف وسطك بالشكل ده، تلف وسطك وتاخد الحبل فوق دماغك وظهرك مفروض شويه وتبتدي تسحب الوزن عليك وتفتح الحبل لفوق بالشكل ده. كوعك مفتوح لبره شويه صغيرين، مش مقفول لجوه قوي، مفتوح لبره شويه وتفتح لحد الاخر وتنزل لحد هنا علشان ما تخليش كتفك يوجعك، ما تخليش الوزن ياخد كتفك لورا، خلي كتفك لقدام. والحاجة التانية ما تخليش رقبتك نازلة لتحت كده علشان مش احسن حاجة للفقرات بتاعت الرقبة، رقبتك مفروض عادي في الوضع الطبيعي بتاعها، تبتدي تفتح بالشكل ده، افتح لقدام مش لفوق قوي علشان كتفك ما يوجعكش. ولما بتخلص احنا خلصنا، ممكن تاخد خطوة ورا هتلاقي الوزن سبته، هتلاقي الوزن رجع مكانه. علشان كده بقول لك ما تنزلش الكيبل لحد الاخر تحت عشان وانت بترجع الموضوع يبقى سهل عليك. كده يبقى انت عرفت تمرين روب اوفر هيد اكستنشن بيطلع ازاي والتكنيك بتاعه. ما تنساش بقى اللايك وشير وسبسكرايب علشان غيرك يستفيد. بيس.